لتسليط الضوء أكثر على ملف أزمة الجفاف في العراق وتبعاتها بعد موجات النزوح الكبيرة من المناطق الريفية، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. حياكم الله دكتور نظير. أهلا وسهلا أخي. حياكم الله دكتور نظير. يعني بداية، كيف تفسر استمرار موجات النزوح من الأهوار والمناطق الزراعية نحو المدن ومراكزها؟ طبعا هذه عملية النزوح مو شيء جديد للعلم، هاي صار لها كم سنة، وهناك العديد من تقارير الخاصة بالمنظمات الدولية حول هذا الموضوع. وصحيح النزوح في المحافظات الوسطى والجنوبية كبير، لكن أيضا هناك نزوح حتى في المحافظات الشمالية في إقليم كردستان. يعني قبل سنتين اليونيسف صدرت تقرير تقول 100,000 من سكان الأرياف في إقليم كردستان تركوا أراضيهم نتيجة شحة المياه. فإحنا نعرف أنه 20% من العمالة أو الإنتاج الدخل القومي هو من الزراعة، لكن هذا حاليا الرقم غير موجود. ليش؟ لأنه الزراعة انتكست بحدود 60% أو أكثر، والإنتاج الحيواني بحدود 80%، وإحنا كنا نفقد بحدود 100,000 دونم من الأراضي الزراعية سنويا، وازدادت هذه الأرقام نتيجة شحة المياه. وطبعا نزوح آلاف الفلاحين أو سكان الأرياف إلى المدن هذا راح يسبب مشاكل اجتماعية وأمنية وصحية واقتصادية. طيب، فهذه هي المشكلة طيب الرئيسية. الأسباب هل هي موضوعية بحتة أم أن هناك تقصير وربما تواطؤ من أجل يعني تدمير هذه الثروة؟ يمكن الاثنين معا، يعني سببين. أولا من ملاحظتي، يعني احنا من نتكلم عن شحة المياه وضرورة إيجاد خطة استراتيجية لآخره، هذه تخص وزارة الموارد المائية والزراعة، لكن هاي الوزارتين إذا ماكو تخصيصات لازمة لها لتنفيذ خطط مطلوبة لتجاوز الأزمة، طبعا ما تقدر تسوي أي شيء. فأولا الظاهر أنه استيعاب المسؤولين لمشكلة شحة المياه غير كافي في الحقيقة. قسم منهم أصلا يعني ما يعرف أبعاد هاي المشكلة، لأن أنا حاكي مع قسم حول هذا الموضوع وردود فعلهم حول هذا الموضوع كانت بسيطة جدا، مما يعني أنه عدم استيعابهم لهذه المشكلة. الشيء الآخر، هناك أيضا قسم مستفيد من هذه الأزمة، لأنه يستوردون مليارات الدولارات من المواد الزراعية من دول مختلفة، وطبعا هذه فوائدها بالنسبة لهم المادية كبيرة جدا، أرقام غير معقولة أصلا. فهاي سببين هي سبب الأزمة. طيب في نعم الدكتور نظير، يعني في حال كان هناك جدية بالفعل وتخصيص موازنة كافية على ما ذكرت في مثل هذه المواضيع، هل يمكن تدارك هذه الأزمة، أزمة الجفاف وغيرها من الأزمات، بشكل تام أم يعني بنسبة معينة فقط؟ لا، ممكن تجاوزها بشكل تام. أخي العزيز، أكو دول ما عندها 5% من مواردنا المائية، زين، هاي دول الخليج مثلا ما عندهم لا نهر ولا أي شيء، زين شلون عايشين؟ شلون دا يزرعون؟ روح شوف السعودية المزارع اللي دا يسووها بمساحات كبيرة جدا. احنا يعني وضعنا المائي مو ذاك السيء، لكن ادارتنا لهذا الملف سيئة جدا. واحنا تكلمنا على قناتكم الكريمة وايضا في مؤتمرات كثيرة، يعني قبل اسبوعين انا تحدثت حول هذا الموضوع
في مؤتمر رئاسة الوزراء عقدتها في بغداد، وغيرها وغيرها من البحوث اللي سويناها، لكن مع الأسف ماكو تجاوب، لأنه ماكو جدية في الموضوع. تجاوز الأزمة ممكن بشكل كبير جدا إذا غيرنا أنظمة الري، إذا اعتمدنا على مصادر غير تقليدية للمياه، يعني ما نظل نعتمد على مياه دجلة والفرات. المفروض أكو عندنا برامج للتوعية الجماهيرية وتوعية الفلاحين. إذا سوينا هذه من الممكن جدا أن نتجاوز هذه الأزمة. نعم، إذا كنت ضيفا عبر سكايب من ستوكهولم، الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه، الدكتور نظير عباس الأنصاري. شكرا جزيلا لك يا دكتور.